في المناظرة اليومية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتراجع عن المقارنة بين المحرقة اليهودية الهولوكوست وبين ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل إسرائيل. وقال عباس إن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث. جاء تراجع عباس بعد تصريحات أدلى بها يوم أمس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة برلين، وقارن فيها بين سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ومحرقة اليهود على النازيين. تراجع الرئيس الفلسطيني جاء بعد ردود فعل غاضبة في كل من ألمانيا التي استدعت الممثل الفلسطيني لديها، وكذلك إسرائيل التي وصف رئيس حكومتها يائير لابيد تصريحات الرئيس الفلسطيني بالعار وبأنها تحريف للتاريخ. إذن هل تراجع الرئيس الفلسطيني عن تصريحاته بشأن المحرقة اليهودية إدراك منه لموقفه الخاطئ، أم رضوخا لضغوطات وانتقادات كل من ألمانيا وإسرائيل؟ لنبدأ المناظرة. ضيفي ينضم إلي من القدس دكتور ميير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، أهلا بك. كما ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ زيد الأيوبي، أهلا بكما. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ زيد. يعني أستاذ زيد، ألم يجد الرئيس عباس مكان آخر غير ألمانيا ليدلي بهذه التصريحات الإشكالية بشأن المحرقة؟ يعني مساء الخير لك ولكل المشاهدين ستوري. الحقيقة أنه سيادة الرئيس الأخر مازن هو لم يخطئ في تصريحه، هو لم ينكر أن المحرقة أو بين قوسين المحرقة اليهودية. هو يقول أنه ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني من جرائم وقتل أطفال وقتل مدنيين وصب المتفجرات عليهم من السماء كما يحدث في غزة، هذا هو مش محرقة، هذا 50 محرقة ومئة محرقة كمان. ونحن لازلنا نقول هذا الكلام، أنه الاحتلال الإسرائيلي بكل منظومته هو يمارس ذات الأفعال التي يدعيها أنها مورسة ضدهم وضد اليهود في المحرقة اليهودية بين قوسين. وبالتالي أين المشكلة في ذلك؟ أنا لا أعرف. وهو للعلم هو لم يتراجع عن التصريحات، هذا مهم كثير. إلا عن ماذا تراجع أستاذ زايد؟ هو لم يتراجع، هو وضح مقصده من التصريح، أنه يريد أن يلفت نظر العالم أجمع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وهذا الكلام كل الشعب الفلسطيني معه، وكل الأمة العربية معه، وكل الأمة الإسلامية معه. إحنا الاحتلال الإسرائيلي إذا بدنا نجمع الديناميت والمتفجرات التي ألقيت على الشعب الفلسطيني من 70 عام إلى الآن، بتعمل 50 محرقة زي المحرقة اللي بيدعوها اليهود في ألمانيا وفي غيره. وبالتالي يجب أن يكف اليهود والإسرائيليين تحديدا وحكومة هذا الاحتلال البغيض عن التفسيرات الغبية لتصريحات سيادة الرئيس أبو مازن، ومحاولة اختلاق وافتعال أزمة، وكأنه الرئيس أبو مازن يتنكر لكذا وكذا وإلى آخره. الرئيس أبو مازن يريد أن يوصل رسالة واضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر ومحارب بحق الشعب الفلسطيني. أنا بدي أسألك سؤال، هي القنابل اللي بتنزل على أهل غزة من السماء هي مش محرقة؟ هاي هو المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ هي مش محارب؟ طيب ننقل هذه النقطة أستاذ زيد إلى دكتور مئير. إذا كانوا ينكرون، إذا كان لا يعجبهم هذا الكلام، عليهم أن يتوقفوا
عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. نعم، إذا دكتور مئير استمعت لما طرحه أستاذ زايد، يعني هو يقول بوضوح بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يخطئ في هذه التصريحات، ويقول بأنه لم يتراجع إنما وضح الفكرة، وضح هذه التصريحات، كيف ترد؟ أستاذتي الكريمة، أولاً تحياتي لك. أهلاً. هذا الذي تحدث لا أعرف من أين كلامه مردود عليه، هو كلام فارغ وليس هناك فكرة مفيدة أساسا فيما قيل. أنا أريد أن أعلق على هذا الخبر الذي أتينا هذا الصباح، هو تصريح وقح من شخص جاهل وغير مسؤول. نحن قرأنا رسالة الدكتوراه الذي كتبها في الاتحاد السوفيتي قبل نصف قرن، وهو آنذاك كان ينفي وجود الكارثة اليهودية، وطارة ينكر وجود الكارثة اليهودية، طارة يقارن بين النازية والصهيونية، ويعني لا يوجد أي منطق فيما يقال. والفاجعة التي تم التنديد بها في ألمانيا، المتشرع الألماني هو أول من ندد بهذا الكلام غير المسؤول على صفحته في تويتر، وبعده الرئيس الفرنسي ومسؤولين عديدين في أوروبا. هؤلاء هم الذين يعرفون الحقيقة وما حدث في أوروبا. ألمانيا هي أول دولة تتنكر للمحرقة اليهودية، ويأتي هذا ويأتي هؤلاء يقارنون بما لا مجال للمقارنة فيه. ثلث الشعب اليهودي، نصف يهود أوروبا تم إبادتهم في غرف غاز بشكل ممنهج. نعم. من أجل القضاء على الشعب اليهودي، وهؤلاء يقارنون بين هذا وبين الشعب الفلسطيني الذي يعيش في رفاهية في سواء في مناطق الحكم الذاتي أو داخل حدود دولة إسرائيل. مستوى المعيشة للفلسطيني هو أعلى مستوى معيشة في الدول العربية خارج إطار طبعا دول الخليج، دول النفط. عدد السكان تضاعف عدة مرات. أنا استمعت إلى حوار مع الراحل رابين بالعام 92 أثناء الحملة الانتخابية، يعني قبل 30 عام بالضبط، قبل 30 عام 92، وكان يقول أنه قطاع غزة يعاني المكتظ بالسكان، ويكاد عدد السكان أن يصل إلى 700,000 نسمة. 700,000 نسمة اليوم ما يزيد عن 2 مليون نسمة، من 700,000 ل 2 مليون في أقل من 30 سنة. أورشليم القدس نسبة العرب فيها كان 25% سنة 67، اليوم بعد أكثر من نصف قرن مما يسمى احتلال المكون العربي الكريم في أورشليم القدس أصبح 38%، من 25 ل 38%. أي مجازر؟ أي محرقة هذه التي تضاعف عدد الضحية عدة مرات، في حين أن نحن الشعب اليهودي كدنا أن ننقرض. أستاذ الكريم، أنا من أصول مصرية. نعم. في بداية القرن العشرين، في بالضبط عام 1914 حسب الإحصائيات المملكة المصرية، كان في مصر 14 مليون مصري، وتعداد الشعب اليهودي آنذاك كان يزداد عن 18 مليون يهودي. اليوم اليهود عددهم 14 مليونا، والشعب المصري 105 ملايين. نحن كدنا أن ننقرض الشعب اليهودي، وثم يأتي هذا والمكون الفلسطيني سواء في داخل إسرائيل أو في مناطق الحكم الذاتي تضاعف عدة أضعاف، ويقول أنه نحن نمارس عمليات قتل ضده. هل هذا كلام؟ ويتهمنا بقتل الأطفال في غزة، الأطفال في غزة والمدنيين في غزة في ثلاثة أيام قبل أسبوع. عدد القتلى من صواريخ الجهاد الإسلامي التي سقطت بالخطأ على القطاع أكثر من عدد القتلى التي تسببتها صواريخ إسرائيل. للأسف الشديد هم يسببون المدنيين بهدف قتل اليهود، ونحن مأساة إسرائيل في كل حروبها حقيقة. هي ألا يقع الضرر بالمدنيين، وهم في الحقيقة الجهد يبذل في قتل أكبر عدد ممكن من اليهود، ثم يأتي هذا ويتبجح ويقول أننا نمارس المحارب. طيب دكتور مئير، ابقى معي لو سمحت. أستاذ أيوب، قبل أن تعقب وتعلق على ما طرحه أستاذ مئير، دكتور مئير، يعني ألا تقوي هذه التصريحات للرئيس عباس المعسكر الرافض لأي تعامل معه داخل إسرائيل؟
نعم أستاذ زيد تفضل. معك ايش السؤال؟ نعم يعني طرحت علي قبل ان تعلق على ما طرحه دكتور مئير، الا تقوي تصريحات الرئيس محمود عباس المعسكر الرافض لاي تعامل معه داخل اسرائيل؟ يعني خليني احكي لك انه المينستريم عند المجتمع الاسرائيلي يرفض أي حوار ويرفض أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني ويرفض إنهاء الصراع بدليل المجازر التي ترتكب والجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي تصريحات الأخ أبو مازن تصريحات طبيعية عادية، هو يقول للعالم أنه الإسرائيليين ارتكبوا مجازر دير ياسين ومجزرة السموع و مرورا بمئات المجازر لنوصل لمجزرة صبرا وشتيلة ومن ثم المجازر التي ارتكبت في غزة واللي كل العالم شاهدها. الآن يعني الشخص الذي يناظرني الآن يريد أن يتنكر لكل هذا الكلام، ولكن أنا أقول أنه المحرقة التي يدعيها هو حقيقة يعني، ونحن نقرأ والعالم كله يقرأ ويشاهد، أول من تنكر للمحرقة التي يدعيها هذا الشخص الذي أمامنا هم الأمريكان، ويلز كارتو، فريد نوتشار، نورمان فرينكسن، هذول أهم المؤرخين الأمريكان الذين ينكرون ما يعرف بين قوسين بالمحرقة، قالوا أن هذا عبارة عن قصة من نسيج الخيال. ولكن المحارق والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني العالم كله يراها، العالم كله على الفضائيات. ولذلك إذا كان المقارنة مقارنة ما يقترفه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهذه المحرقة بين قوسين المحرقة اليهودية يؤذي وجه ومشاعر الاحتلال الإسرائيلي، عليها أن يتوقف عن ارتكاب هذه المجازر وهذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. أطفال بالآلاف قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، نساء بالآلاف قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، ثم يأتينا شخص ويقول كاد الشعب اليهودي أن ينقرض وأصبح ضحية. جاءنا من ألمانيا ومن أوروبا ومن روسيا، جاء إلى بلدنا وإلى أرضنا، أنت تهدد وجود المحرقة وأنت تعيش على أرض إسرائيل وذبح أطفالنا وهجر أكثر من مليون فلسطيني خلال شهرين في عام 1948، والآن جاي يقول لك إحنا كدنا ننقرض. تنقرض ولا مين؟ تنقرض ولا غيره؟ هاي أرضنا وعليك أن تفكر جرائم بحق الشعب الفلسطيني جاي تعمل بها ضحية اليوم. بكفي، أنت تستهبل المشاهد، ما المشاهد اللي مشاهدك بيعرف أنك بتكذب. لو سمحت أنتم من اخترعتم الكذب يا أيوبي، أنتم من اخترعتم الكذب. أكذب ناس هم الصهاينة، وأنت الآن وأنت تنكر محارق ومجازر الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني أنت بتكذب عينك. خلي المشاهد هو اللي يحكم بيني وبينك. لو سمحت أستاذ زيد ابقى معي لو سمحت. دكتور مئير عودة إليك، هل تقبل إسرائيل توضيح الرئيس الفلسطيني أم أن يعني هذا جاء بسبب الضغوط والانتقادات التي تعرض لها؟ أولا ليس هناك رئيس فلسطيني أساسا، لأنه هو شخص غير منتخب. هذا المدعو أبو مازن 15 عاما بدون انتخابات، فبالتالي هو غير مؤهل اساسا لان يتحدث باسم اي شعب او باسم اي جماعه. طيب ليش معترضين على تصريحاته؟ استاذ زيد لو سمحت، لا 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 استاذ زيد، استاذ زيد لو سمحت لا اقبل بهذا، ساعطيك حق الرد. دكتور زيد لا اقبل بهذا لو سمحتما، تفضل دكتور مير. لذلك هذا النكره الذي يناظرني للأسف الشديد، أنا في بداية الحديث أعتقد أنه لو سمحتما لا أقبل بهذا لو سمحتما. نحن كفلسطينيين نترفع عن مثل هذا المستوى الحقيقة. دكتور مئير وأستاذ زيد لو سمحتما، تفضل دكتور مئير.
هؤلاء ناكرين للجميع. نحن نحمي عباس، نصرف عليه، نصرف على أسرته، ندعه يسرق مناطق الحكم الذاتي ونحميه منذ سنوات، لكن هؤلاء يعني ما فيش فيهم بركة هؤلاء للأسف الشديد. فيأتي علينا هؤلاء، وأنا كنت في بداية المناظرة أنا كنت أعتقد أنه سوف يدافع عنه ويقول أنه لم ينفي المحرقة، وإذ به هو نفسه ينفي المحرقة. يعني لدينا المستشار الألماني نفسه وهم الذين قاموا بالجريمة يستنكروا من مثل هذه التصريحات التي تأتي من المدعو أبو مازن، ويأتي شخص نكرة من رام الله يقول لا لم يكن هناك أي محرقة. أبو مازن وأنت النكرة، أنت النكرة أستاذ زايد لو سمحت، حينما يتحدثون أسيادك أنت تسكت خالص. لا لا لو سمحتما، أقل من أن تكون سيد. لا لا لو سمحتما، لا نشعر بهذا دكتور مئير وأستاذ زايد لو سمحتما. أنا فقط احتراما للبرنامج، لا لا أقبل بهذا، لا أقبل بهذا لو سمحتما، لنكمل بطريقة موضوعية لو سمحتما. نعم هكذا كلام، هكذا كذب، هكذا افتراء، هكذا تجني على ملايين اليهود الذين أبيدوا فقط لأنهم يهود، وأنت تنكر وجود المحرقة، ثم تأتي اليوم وتقول أن إسرائيل هي التي تمارس المحرقة. إسرائيل التي تصرف عليك وعلى أهلك يا أستاذ، هي التي تحمي رئيسك. بدون إسرائيل بدون إسرائيل لدى إسرائيل أسلحة تدمر الشرق الأوسط عدة مرات. لو استخدمت إسرائيل طالما عندك أسلحة المفروض أن أهدى لأن تبيد أي شيء. طيب دكتور مئير، أنا أريد أن أسأل سؤال، لو كان لدى حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو فتح الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل لاستخدمتها أو لا تستخدمها، استخدمتها ولا أبادت نصف شعب إسرائيل بل شعب إسرائيل كله؟ لأن الفارق بيننا وبينهم يا أستاذتي الكريمة هو ليس في العتاد، هو في الأخلاق. الفارق هو فارق أخلاقي، الفارق بين الحركة الصهيونية وهؤلاء الحركة إسرائيل. نحن لا نقبل أطفال أنتم تقتلون. طيب عودة إليك أستاذ دكتور مئير، وصلت الفكرة. سقطوا لأن هؤلاء يمارسون جريمة مزدوجة، جريمة حرب مزدوجة. طيب. الجريمة الأولى هي أنهم يتعرضون للمدنيين اليهود الإسرائيليين، والجريمة الثانية لأنهم يعرضون المدنيين العرب للخطر ويختبئون ورائهم، وهذا معروف والمشاهد الكريم يعرف هذا الكلام للأسف الشديد بما في العالم العربي. ابقى معي لو سمحت أستاذ زايد، يعني هناك من يقول أن السلطة الفلسطينية اتهمت بالتعاون مع إسرائيل في تصفية المسلحين الفلسطينيين في نابلس وجنين، لذلك اختار الرئيس عباس أن يدلي بهذه التصريحات لتبييض صفحة حركة فتح والسلطة أمام الرأي العام الفلسطيني، هل توافق؟ يعني أعتقد هذا كلام ناس مهطيل. يعني أبو مازن معروف موقفه، اثنين ما حدا بيتهم فتح والسلطة بأنها صفت حدا، هذا كلام بس موجود بالإعلام الإسرائيلي اللي حركة فتح والسلطة هي تحمي المقاومين وتدافع عنهم وتهيئ لهم أجواء الأمن والاحترام، ولكن هذا احتلال إسرائيلي يقتحم المدن ويقتل. فهو بقول لك ضيفك أنه إحنا عنا سلاح وعنا نووي وعنا كذا، إذا عندك سلاح ونووي ليش كنت منفعل إلى هذا الحد؟ يعني المفروض بتكون أهدأ وأروى وبتدافع عن فكرة أنت مقتنع بها، ولكن على ما يبدو أنك أنت لست واثقا من رأيك، لذلك أنت وتفقد الحجة وبالتالي أنت تنفعل وتشتم وإلى آخره. بكل الأحوال أنا بدي أقول لك شغلة ست نورين، والله العظيم إذا بتجيبوا خبير يحسب أطنان المتفجرات اللي نزلت على رأس الشعب الفلسطيني من سنة 47 إلى اليوم لوجدتم أنها تصنع 100 محرقة من المحارق التي يدعيها ضيفك. أنت بتعرفي آلاف من الشهداء أطفال ونساء وشيوخ، يبدو أنه ما بيتابع الأخبار. أنا بستغرب أنه بقول عن حاله محلل سياسي وما بيتابع وينكر جرائم واضحة. قبل أيام عدوان على غزة 40 شهيد من بينهم 15 طفل و10 نساء 20، أي خطأ تتحدث عنه؟
أي خطأ تتحدث عنه؟ أنا أستغرب هذا الاستهبال الذي يريد أن يمرر علينا. طب المشاهد بيسمع وشايف وعارف، وكل اللي بيشاهدوك عرب، كيف موقفك أمام الناس وأنت بتكذب؟ والله احترم نفسك مرة أخرى، احترم نفسك. أستاذ زيد لو سمحت، أنا أترك لك التحليل السياسي، أنا أستاذ في الجامعة، أنا مربي أجيال. نعم أستاذ زيد لو سمحت لنحترم بعضنا البعض. لا لو سمحتم، نصف طلابي من الفلسطينيين، نصف طلابي من الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني والشعب الأخلاقي، أنا أربي أبنائك وأربي جيرانك، جاءتوا إلينا في جماعة أبرار أورشليم القدس ليتعلموا منا. وعليك أن ترحل، أنت جاهد. من وين جاي؟ أنت أصلك من هذه الأرض؟ ما أنت بتقول عن حالك عايش متبرع. طيب دكتور ماهر، يعني طيب استاذ زيد لو سمحت، انت ارجع، انت اباك اتوا من كردستان، لا علاقه لك اصلا بهذه الارض. لا علاقه لكم دكتور ماهر، يعني هناك داخل أيضا إسرائيل أصوات تقارن بين المحرقة لو سمحت وبين ما يحدث للفلسطينيين، يعني هناك يمكن القول بمعنى أنه حتى في معسكر السلام الإسرائيلي هناك من يذكر المحرقة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لا أنا لم أسمع على الإطلاق أي أحد في اليسار الإسرائيلي يقال أولا ينفي وجود المحرقة كما يفعل الأفندي. لا لم ينفي، ولكن أيضا الرئيس يعني محمود عباس وضح لم ينفي، ولكن هناك من يقارن. هو أولا ضيفك ينفي. نعم. وعباس هذا عباس هذا ينفي، ودكتوراه يعني 600 صفحة ما شاء الله ينفي وجود المحرقة، وبالتالي وهو حتى لم يندم على هذا، لم يتراجع على هذا، قال أنه فهم خطأ. طيب أنا قرأتها، أنا فهمت خطأ للأسف الشديد. هذا هو الاستهبال، هذا هو الاستهبال الذي يتحدث عنه هذا النكرة الذي يجلس في رام الله، المدعو الأيوبي الذي يأتي من كردستان وينظر علينا ويقول أنه نحن غرباء. للأسف الشديد أستاذتي الكريمة، أستاذتي الكريمة، أنا أريد أن أقول لك مرة أخرى، لو حسبت عدد ضحايا الصراع العربي الإسرائيلي بما فيه ضحايا الإرهاب من العام 48 وحتى اليوم، هذا ربما أسبوع واحد في معسكر الموت أوشبيتس، معسكر واحد فقط. يعني حتى بداية الانتفاضة الثانية كان عدد ضحايا الصراع العربي الإسرائيلي بجميع ضحايا الدول العربية التي حاربت إسرائيل بما فيها مصر والأردن وسوريا والعراق كان لا يتعدى 70 ألف. هذا 3 أيام في أوشبيتس. لذلك المقارنة بما لا يقارن، مقارنة دولة ديمقراطية مثل إسرائيل تعطي الحقوق للجميع سواسية كأسنان المشط. نعم. القاضي الذي حكم على الرئيس الأسبق مشركة سام بالسجن على خلفية القضايا التي اتهم فيها هو قاضي عربي مسيحي. الشرطي الذي الضابط الشرطة الذي حقق مع أولمرت وأدخله السجن رحله إلى المحكمة عربي مسلم. لذلك نحن نقول أن إسرائيل لا تفرق بين يهودي وعربي، بين يهودي ومسلم أو مسيحي، نحن جميعا سواسية أمام القانون. ولكن للأسف الشديد هناك منظمات إرهابية باعت أنفسها لإيران، باعت أنفسها لدول أجنبية، هي تحاربنا من أجل مصالح دول أخرى، وثم يتهم هذا. ونبذل قصارى جهدنا حتى لا لو 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 كانت إسرائيل لا تكترث بسقوط المدنيين لدخلت قطاع غزة، لدكت قطاع غزة بالطيران. وأنا لم أقل أن لإسرائيل سلاح نووي كما يدعي هذا النكرة مرة أخرى، أنا قلت لدى إسرائيل أسلحة من الممكن أن تدمر المنطقة، وإسرائيل لا تفعل هذا ولن تفعل هذا. ونحن نرى أنه عدد كبير من الإرهابيين إسرائيل تخلت عن استئصالهم، عن التخلص منهم. لماذا؟ لأنه كانوا في أماكن مكتظة بالسكان، وسوف تسقط أعداد كبيرة من المدنيين لو تم استهداف موقع إقامتهم. لكن الطرف الآخر العكس هو صحيح، هم يستهدفون المدنيين وهذا هو هدفهم، هم يبحثون عن الأماكن التي تواجد فيها المدنيين. بل حتى أن القنابل الإرهابيين بما فيها الانتحاريين أثناء الانتفاضة الثانية وبعدها يضعون المسامير داخل القنابل لعل. نعم دكتور مير. طيب للأسف لم يتبقى لي الوقت، تعقيب أخير من أستاذ زيد قبل أن ننهي هذه الحلقة.
يعني ضيفك يمارس الهبل السياسي على المشاهد ولا يحتاج لا يمكن هو العالم كله شايف جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين. الاحتلال الاسرائيلي فعلا يمارس محارق بحق الشعب الفلسطيني. طيب. هذا بالمختصر مفيد. انا مش عاجبك هذا الكلام، خلي دولتك المزعومه تحترم حالها ويصير عندها اخلاق فعلا. نعم وصلت الفكرة. المحلل السياسي زيد الأيوبي حدثنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ودكتور مئير المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا جزيلا لكما. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.